اهلا وسهلا بكم في الفيديو ده. هنوضح ازاي نستخدم مايكروسوفت بروجكت للمبتدئين. هفتح مايكروسوفت بروجكت، هكتب هنا كلمة بروجكت، ادي بروجكت الفيرجن بتاع 2016، وهقول له بلانك بروجكت نيو بروجكت. ادي الواجهة بتاعت المايكروسوفت بروجكت موجود هنا، فيه اقدر احط اسماء التاسكس بتاعتنا والديوريشن بتاعها والستارت تايم والفينش تايم والبريديسيسورز بتاعها في الناحية الشمال. مجرد ما بدخل التاسك نيمز والديوريشن بيظهر لي هنا الجانت تشارت، اللي على اليمين ده الجانت تشارت، موجود هنا الكالندر. تعالوا كده ناخد اكزامبل، وليكن مثلا بيلدينج هاوس، هنبني بيت من دورين. الاول نسيف المشروع، سيف على ذيس بي سي، وهسمي المشروع مثلا هاوس. اوكي، تعالوا ندخل التاسكس بتاعت المشروع. اول تاسك مثلا ولكن هنعمل حفر للاساسات اكسكافيشن، والديوريشن مثلا هاخد لها 3 ايام حفر. بعد كده هبدا اعمل الشده بتاعت الخشب، تاخد لها مثلا 3 ايام برضو. وبعد كده هصب الاسمنت بورينج سيمنت، هاخد له يوم. بعد كده الفيرست فلور ونحطه نحطه كتاسك واحد. الفيرست فلور هياخد له مثلا 5 ايام، وبعد كده السكند فلور هاخد له مثلا 6 ايام. بعد كده اعمال اليوتيليتيز، دخل الكهرباء والميه والحاجات دي، تاخد لها مثلا 8 ايام. بعد كده انستول للويندوز، هركب الشبابيك تاخد لها مثلا يومين. بعد كده انستول للدورز، تاخد لها يومين. بعد كده اعمال الفرنيتشر، الاثاث، تاخد لها مثلا 5 ايام. دي حزمة الاعمال اللي انا هعملها. هتلاحظ كل ما انا ادخل اكتيفيتي من دول والديوريشن، هلاقي هنا على اليمين الجانت تشارت رسم لي الديوريشن بتاع كل واحد. اول يوم هبدا لك باي ديفولت المشروع اهو النهارده يوم السبت، والديوريشن الديوريشن بتاعه هتلاحظ ايه؟ هتلاحظ ان في يومين كده في الجانت تشارت دول ان اكتيف، ساتردي والساندي دول هوليدي، دول اجازه، ده الويك اند بتاع الاسبوع ما فيهمش شغل، فهو مش هيحسبهم من الديوريشن بتاعه. طب افترض ان انا مش عايز ابدا النهارده، انا عايز ابدا مثلا يوم واحد في الشهر اللي جاي، يوم 1/5/2020، فمجرد ما اقول له ستار داي 1/5 على طول هينقله لي 1/5، ويحط الديوريشن هو 3 ايام، هيشيل منهم اليومين اجازه، يبقى ادي يوم الجمعه الاثنين الثلاث، يبقى ده معنى كلمه الثلاث ايام. طيب فاضل ان انا ادخل بقى العلاقه بين الاكتيفيتيز دي كلها لبريديسيسور. لبريديسيسور لازم اكون فاهم اللوجيك، يعني الشده بتاعت الخشب بعد الحفر، يبقى على طول ده بعد ده. اعملها ازاي؟ هاجي هنا من الاكتيفيتي ده اللي هو الاكسكافيشن، واضغط كليك وابدا اشده على الاكتيفيتي التاني، اوصله به واسيب، هلاقي ايه؟ مجرد ما انتهي من الاكسكافيشن تاسك هبدا في مين؟ في الشاترنج تاسك، وهكذا. دي الطريقة الأولى. الطريقة الثانية بقى إن أنا أجي في تاسك بولينج مثلا سيمنت هنا، وأجي عند بريديسيسور وأضغط دبل كليك. تضغط دبل كليك هتلاقي فيه بريديسيسور هنا، تضغط على بريديسيسور والتاسك نيم، هتلاقي فيه قائمة هنا فيها كل التاسكات بتاعة المشروع. اختار بقى التاسكات اللي هي قبل ده مباشرة، البريديسيسور بتاع التاسك البولينج سيمنت ده بيكون بعد إيه؟ بعد الشاترنج. اختار الشاترنج، أوكي، هتلاقي الشاترنج جه فين على الجانت تشارت؟ جه بعد الشاترنج. اهو، وفي يومين طبعا اجازه هنا، فهيجي يبدا من يوم الاثنين، وادي الديوريشن بتاع البورينج سيمنت يوم واحد، وهكذا. هاجي هنا في الفيرست فلور، ده بيكون بعد الاكتيفيتي اللي هو ايه؟ بورينج سيمنت. طيب هل الفيرست فلور هبدا فيه بمجرد ما بورينج سيمنت، مجرد ما اصب الاسمنت، ولا استنى شويه عشان الاسمنت يشك؟ هنا ده هيبدا في نفس اللحظه. لا، ده انا هعمل ايه؟ المفروض في شيفت بقى، في يوم مثلا او ديلي. فهاجي هنا اضغط على الفيرست فلور واقول له لبريديسيسور
اللي هو قبله بورينج سيمنت فينيش تو ستارت، فينيش تو ستارت، لازم اخلص صب الاسمنت عشان ابدا في الفيرست فلور. طب مش هتستنى؟ هنا باي ديفولت زيرو لاج، مفيش اي لاج، زيرو داي لاج. طب ده انا عايز اغير بقى، انا عايز استنى يومين لحد ما الاسمنت يشك، يبقى اجي هنا واخلي اثنين لاج، في اثنين. اوكي، هتبص كده دي انعكست على الجانت تشارت اهو، فيه يومين كمان، استنى شويه وهكذا. اخلص بقى السكند فلور، ده هيبدا بعد مين؟ بعد الفيرست فلور. يبقى اختار هنا فيرست فلور مباشر، بعد الفيرست فلور هبدا في السكند فلور. اوكي، اليوتيليتيز هبدا فيها مجرد ما اخلص مين؟ مجرد ما اخلص الفيرست فلور، مش لازم استنى السكند فلور، وتاخد زي ما تاخد. بعد كده هنستول ويندوز، انستول ويندوز هبدا فيها بعد مين؟ بعد ما اخلص السكند فلور. انستول دورز بعد ما اخلص السكند فلور، يعني هتبقى على التوازي مع مين؟ مع انستول ويندوز. الفرنتشر بعد ما اخلص التلاتة دول، اليوتيليتيز و انستول دورز و انستول ويندوز، بعد ما اخلص دول هبدا في الفرنتشر. وادي الجانت تشارت بتاع المشروع ككل اهو، بدل الجانت تشارت. طيب واحد ممكن يسال يقول لي طيب انت مش محدد اليوم ده هنشتغل فيه كام ساعه؟ هقول له دي بسيطه جدا، نقدر نغيرها من فايل اوبشنز، ومن اوبشنز دي من سكيدجول، هختار بقى الديفولت ستارت تايم. عايز تبدا من 8 اليوم يوم العمل من 8 ل 5 ولا ايه بالظبط؟ عدد ساعات الشغل اهو 8، وعدد الساعات في الاسبوع، والايام في الشهر، تقدر تغير فيهم زي ما انت عايز. والويك بيبدا من لحد ده باي ديفولت، ممكن تخلي الويك يبدا من السبت. الفيسكال يير السنه الماليه هنا باي ديفولت يناير، ممكن تخليها ايه؟ ممكن تخليها جولاي، تغير فيه الحاجات دي كلها. طيب لو حبيت ارسم نتورك دايجرام فاقول له هنا من جانت تشارت اختار نتورك دايجرام، كده هيحول لي كل التاسك لنتورك دايجرام. ادي النتورك دايجرام اهو، كل اكتيفيتي من دول ملخص لك الستارت تايم والفينش تايم، ولو في ريسورسز ممكن تضاف بعد كده مين اللي هينفذ الحاجات دي، النجارين والحدادين والسباك والكلام ده كله، الناس اللي عماله اللي هتنفذ الكلام ده. هرجع للجانت تشارت. طيب لو حبيت اغير العمله لان في تكاليف هدخلها بعد كده، فمن ديسبلاي هقول له باي ديفولت هنا الكرنسي بي يو اس دولار، عايز تغيرها خليها جنيه مصري مفيش اي مشكله. يبقى ده اختصار او السيمبل بتاع الجنيه المصري، وتقول له اوكي. بعد كده العملات كلها لما تدخلها تبقى بالجنيه المصري. طب لو حبيت اغير بعض الحاجات، مثلا في يوم معين ده يوم اجازه لكل الناس، او في يوم او فيه نص يوم في يوم معين، ده اغيره ازاي؟ من بروجكت هاجي كده في تشينج ورك تايم، تشينج ورك تايم، وعايز تحط الاكسبشنز حطها مفيش اي مشكله. شوف الاكسبشنز اللي انت عايز تحطها بين الستارت داي و الفينش داي في الكلام ده، تختار وتحط الاكسبشنز. وكذلك الورك ويكس لو عايز تغيرها هتيجي من ديتيلز وتبدا تغير، تشوف اليوم اللي انت عايز تغير فيه. مثلا افترض مثلا يوم الجمعه ده اخليه ست دايز فور نوت وركينج تايم، اخليه ده مش يوم شغل، واقول له اوكي. هتلاقي يوم الجمعه زاد معاك الفرايداي كده هيبقى مش شغل، تقدر تغيره من القصه دي، تضغط اوكي لو انت عايز ايه تغير او تثبت التغيير ده.